تعقد مديرية التربية والتعليم بالمنوفية اجتماعا برئاسة وكيل وزارة التربية والتعليم، وذلك لاستعراض استعدادات المديرية والموقف النهائي للإعلان عن العقود المؤقتة لسد العجز في التخصصات التي تنقصها. يتم الإعلان عنها اليوم الخميس 7 فبراير الجاري لإتاحة تسجيل الاشتراك وطريقة التقديم وتفاصيل التعاقدات المطلوبة. لمزيد من التفاصيل ينضم إلينا الآن محمد الملاح مراسل إكسترا نيوز في المنوفية. محمد أهلا بك وإليك الكلمة، تفاصيل أكثر معك. اهلا بحضرتك يا ايمان، وصباح الخير عليك وعلى الساده المشاهدين. يعني هو بالامس عقد الدكتور مختار شاهين وكيل وزاره التربيه والتعليم والتعليم الفني بالمنوفيه اجتماعا مع مديري المراحل التعليميه والتنسيقات بالمديريه، وذلك لاستعراض استعدادات المديريه والموقف النهائي للاعلان عن العقود المؤقته لسد العجز في التخصصات التي تعاني منها. ايضا وكيل وزاره التربيه والتعليم قال انه سيتم الاعلان عن كافه تفاصيل المسابقه وشروطها، وسيتم اعلانها على الصفحات الخاصه بالمديريه على مواقع التواصل الاجتماعي. وكيل وزاره التربيه والتعليم ناشد جميع المواطنين بمتابعه صفحات المديريه على مواقع التواصل الاجتماعي على مدار الساعات القليله القادمة، وذلك للتعرف على كافة التفاصيل الخاصة بالإعلان عن هذه التعاقدات المطلوبة. أشكرك شكرا جزيلا لك محمد الملاح مراسل إكسترا نيوز في المنوفية.